سيد كرم أبيز بك موجود معي هلأ المنسق الإقليمي لكاريتاس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كنا عم نحكي من شوي، أهلا وسهلا فيك. شكراً. يعني حضرتك صديق الام تي في فينا نقول، ودايما بتقدر تفسر لنا الامور بشكل هيك اجتماعي وبشكل انه يقدر يوصل للكل. اليوم شباب وصبايا اللي عم يحضرونا، كبار صغار، يعني رح يقدروا يعرفوا قد ايه مهم كمان عمل كاريتاس مش بس بلبنان ولكن اقليميا بالشرق الاوسط وبشمال افريقيا. ليه مهم هالتعاون هالقد كرم؟ مساء الخير رانيا، أول شيء يعطيك العافية، نهار طويل وشكراً للأم تي في أنه عطيت نهار كامل لكاريتاس. أكيد لسؤالك، يعني فينا نقول كاريتاس، أنا أيام كثير ناس بيسألوني بس يعرفوا وين بشتغل، بيقولوا لي في كاريتاس برات لبنان؟ بقولون إيه أكيد في كاريتاس برات لبنان، يعني مثل المثل بيقول إنه شو أنا كاريتاس. في كثير يعني كان بدنا نسمي اليوم الحلقة شو نحن كاريتاس. طلعنا نحن كاريتاس، طلعوا كل الناس معنا كاريتاس. كثير هذا المهم. سو كاريتاس أكيد هي بلبنان، كاريتاس لبنان، ومثل ما حكي غبطة البطرك الصبح إنه هي بلشت من 76، بس قبل من هيك بلشت بجنوب، ولكن كاريتاس كمان موجودة ب 165 بلد بالعالم، وفي اتحاد دولي لكاريتاس موجود بالفاتيكان بروما، ونحن مقسمين لمناطق، والمنطقة اللي نحن موجودين فيها واللي أنا المكتب اللي بشتغل فيه هو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلي بتضم بالإضافة لكاريتاس لبنان 14 كاريتاس تاني. نعم. يعني نحن بتبلش منطقتنا من إيران شرقاً لموريتانيا غرباً، وشمالاً من سوريا وأبروس نوصل لجيبوتي والصومال جنوباً، فبتضم 15 بلد. وأكيد كاريتاس لبنان هي من الكاريتاسات الرائدة بين الكاريتاسات الـ15، وهي بذات الوقت مثال إذا بدك، وهي عبرة لكاريتاسات المنطقة، لأن كلنا بنعرف قد ايه منطقتنا فيها تحديات، فيها صراعات، فيها حروب، واقع العمل الاجتماعي وكانت الحاجة أكثر طبعاً. يعني ما في شك الحاجة موجودة، ولكن اليوم تركيزنا على لبنان. وليش عم نحكي بهذا الموضوع وليش أنا هون؟ لأن كاريتاس لبنان تحديداً هي بنفس الوقت أمل ومثل مرتجع لكل الكاريتاسات الباقيين. يعني إذا كانت كاريتاس لبنان بخير، الباقيين بحسوا لأ. ليه هالقد هو أساس؟ لأن اليوم مثل ما كلنا بنعرف، لأن هو سبق بالوقت أو مش ضروري؟ اليوم كمان حسب واقع المجتمع يلي موجودة فيه كاريتاس. كلنا بنعرف أنه واقع كاريتاس بلبنان هو واقع من ناحية المهنية، من ناحية العمل الاجتماعي ووضع البلد، ساعة كاريتاس تكون من الكاريتاسات المتطورة وعندها ناشطة، مهنية عالية وناشطة، ومثل ما ذكر بيتر الصبح عندها فوق 800 شاب وصبية متطوعين. ولكن الواقع بالدول المحيطة فينا، وخاصة إذا بنحكي نحن منطقتنا هي بشكل عام الدول العربية، واقع الجمعيات والعمل الاجتماعي والعمل المدني ضعيف. وخاصة كمان صحيح مثل ما ذكر بطرك الصبح، كاريتاس هي الذراع الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية، ولكن هي تعمل للجميع بغض النظر عن الطائفة والدين وأي شيء واللون والانتماء. ووجودكم بكل البلدين هيدا دليل على هالموضوع اللي كنا كل نهار عم هيك نحكي عنه. صحيح أنه هو تأسس من قبل الكنيسة الكاثوليكية، ولكن للكل وين ما كان، لكل الطوائف، ما في تفريق بأي، يعني ولا تفرقة عنصرية ولا طائفية ولا حزبية ولا سياسة ولا أي شيء من هيدا. فمنشان هيك وبفتكر هيدي هي القوة، قوة كاريتاس، بأنه يكون موجود وين ما كان بكل البيوت وعند كل الناس. اليوم كيف يعني بيتم التنسيق بين هالمراكز هيدي أو بين هالبلدين هاي؟ معناتها بيكون في مشاريع مشتركة أو بيكون في مراقبة مشتركة؟ يعني شو هو التنسيق والتنسيق بشو؟ تمام. هو مثل ما سبق وقلت، نحن في عنا كونفدرالية بتضم 165 كاريتاس حول العالم، وفي أكيد رسالة ورؤية مشتركة، والكاريتاسات كلهم بيتوحدوا تحتها. ولكن كل كاريتاس بالبلد اللي هي فيه هي كاريتاس تابعة للكنيسة المحلية، يعني عندها استقلاليتها وعندها إدارتها. ولكن في شيء أكيد بيجي مع الكل، مش هيك نحن اسمنا المكتب مكتب الإقليمي اللي هو بيشتغل أكثر تنسيق أكثر ما هو إدارة بمعنى الإدارة. كل كاريتاس عندها برامجها بحسب الحاجات المحلية، مثل ما اليوم الحاجات بلبنان قد تكون مختلفة عن الحاجات بسوريا أو بمصر أو بتونس أو غيره. ولكن
لا يكون عملنا فعال وذو كفاءة أعلى، في عنا عمل مشترك. هالعمل المشترك في جزء منه تنسيقي وبيطال كمان خاصة موضوع تطوير القدرات. في عنا شيء على المستوى الدولي بنسميه المانجمنت ستاندرز، المعايير الإدارية. هالمعايير الإدارية منجرب نشتغل مع كل كاريتاسات المنطقة، وكاريتاس لبنان سبق وفاتت بقلب هيدا البروسيس، بقلب هيدا الإطار المشروع، وهي عم بتحاول وضعوا استراتيجية على 5 سنين لتطوير أكثر وأكثر العمل والإدارة. على المستوى التنسيق الآخر، نحن كمان دورنا كمكتب إقليمي ننسق مع كل كاريتاسات المنطقة من ناحية تطوير قدرات. يعني أحياناً بيقدر يكون في عنا للمتطوعين أو كمان للأشخاص اللي بيجوا بيطلبوا مساعدة أو عمل أو أي شيء تاني. لا، نحن كمكتب إقليمي ما عنا عمل مباشر مع المستفيدين. نعم. نحن عملنا مع الكاريتاس نفسها، العاملين أو جهاز المتطوع أو العاملين والموظفين بكاريتاس. فأحياناً مننظم دورات تدريبية أو لقاءات للموظفين بكاريتاس على مواضيع محددة، إدارة، تواصل أو غيره. وفي عنا في مشروع قمنا فيه سابقا وهلا عم نحضر ان شاء الله نرجع كمان نفعله على مستوى المتطوعين بالكاريتاسات. وهون بيكون فرصه للمتطوعين من مختلف الدول يجتمعوا لتدريب او يتبادلوا خبرات. وهلا كمان عم نسعى كمان نفعل اكثر هالتبادل الخبرات، وخاصه كونه كاريتاس لبنان مع بعض الكاريتاسات التانيين الكبار بمنطقتنا بيقدروا ينقلوا خبرتهم للكاريتاسات الجديد أو نعم. اللي عندهم حاجة أكثر لتطوير قدراتهم. كرم، كنا نحكي سابقاً وهيك بالتحضيرات دايماً أنا وياك بنحكي عن العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي اليوم هو اختصاص، العمل الاجتماعي اليوم هو حاجة مجتمعية أيضاً. يعني الناس بعضهم يمكن بيفتكروا بأنه العمل الاجتماعي يعني هي مساعدة تطوعية فقط لا غير. لا، يعني تعرفنا على الاختصاصات، تعرفنا على وجود هالأشخاص المحترفين والمختصين مع جمعيات أهلية بالمجتمع ببعض الشركات أيضا. العمل الاجتماعي شو هو اليوم وقدي حاجتكم لاختصاصيين بهالموضوع؟ بداية أنا عامل اجتماعي قبل ما أكون بأي وظيفة تاني. يمكن ناخد أدوار أو مسؤوليات أو بيختلف التايتل مع الوقت، ولكن الخلفية الأساسية مثلا أنا شخص درست العمل الاجتماعي وبدرس بمجال العمل الاجتماعي وبشجع على، لأن اليوم نحن بواقع مش بس هلأ، من قبل وجي وبدول تانية بينقصنا أشخاص متخصصين بالعمل الاجتماعي. اليوم إذا منطلع شوي على الأرض منشوف كتير من المؤسسات والجمعيات ومنهم كاريتاس أحياناً منلجأ لأشخاص ليقوموا بعمل اجتماعي أو بأدوار ولكن منه تخصصهم أو الخلفية تبعهم. فهون في عنا إشكالية بداية اختيار المهنة من الشباب اللي بيروح على الجامعة طبعاً. ما في كتير إذا بدنا نقول حماس لحتى يختاروا العمل الاجتماعي، يمكن لأنه ما في إرشاد ولا توجيه كفاية. يعني يمكن اليوم التوجيه عم بيكون على اختصاصات شوية مودرن شوية ترندي، هلأ يعني عم بيبعدوا شوية الناس على الأمور أو العلوم الإنسانية على العلوم الاجتماعية وغيره. ومش بس هيك، يعني هاي من شيء أكيد مزبوط، ومن ميلة تانية في إشياء تقليدية، يعني الترندي يمكن تفهميها، بس أحياناً في إشياء تقليدية الكلاسيك محامي مهندس طبيعي يلي هو أوكي. الأهل أو هيك بدون أو هيك براسهم. فهون أكيد التوعية كتير مهمة، بس من ميلة تانية أنا برجع بقول أحياناً صورة عند الناس أنه العمل الاجتماعي هو عمل تطوعي فقط، ولكن لا، هو كمان مهنة. يعني أنا اليوم شخص متفرغ للعمل الاجتماعي وعندي معاشي وعيش من العمل الاجتماعي. اليوم صرنا بمطرح انه العمل الاجتماعي هو كمان تخصص وهي مهنة. فاحيانا الاهل ما بيشجعوا اولادهم او الشباب ما بيتحمسوا، بيقول لك اذا فت على العمل الاجتماعي كيف ممكن اعيش من هالمهنة. خليني هيك شوي قارن بين هالمجتمعات بما انه حضرتك موجود بكذا بلد بكذا منطقة ايضا. إذا بدنا نقارن شوي بين حاجات المجتمع بكل بلد اليوم، قديش حاجات لبنان بالنسبة للبلدان يلي ذكرتها ببداية حديثنا؟ لا أكثر أقل؟ يعني تقريبا بيشبهوا بعض؟
هلا صعب صراحه نقدر نقيم ونقول اكثر او اقل، لان الحاجات بمنطقتنا. واليوم اذا بنعمل هيك جرده، مش من زمان بتشرين الثاني كان عندنا لقاء بروما مع شركاء كاريتاس يلي هن كاريتاسات بس اوروبيه وامريكيه وغيره، يلي عاده بيساعدونا وبيدعموا ليساعدوا الكاريتاسات اللي بالمنطقه عندنا. كنا عاملين جوله لنعرض شوي واقع الكاريتاسات بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. صراحه وين ما كان فينا نحكي عن صعوبات كبيره، يعني اذا نحكي عن كاريتاس بسوريا او كاريتاس بالعراق او كاريتاس بتونس او بمصر او غيرهم، او حتى كاريتاس جيبوتي والصومال، واقع جدا صعب. كاريتاس لبنان لا شك الصعوبات كبيره، خاصه مع واقع النازحين، واقع اللبنانيه نفسهم. فكمان كان في مشاريع كبيره عم تنعمل للاستجابه لهالحاجات. ولكن اليوم بالمرحلة الأخيرة بالآخر كم شهر كلنا شفنا وكنا شاهدين على تدني الوضع الاقتصادي بلبنان، مع أنه أكيد كل الحالة يعني. أكيد نبلش من قبل، ولكن آخر كم شهر لمسناه بشكل كتير كبير مع وضع البطالة كتير قبل حكيوا عن الموضوع زملاء بكاريتاس لبنان أو غيرهم. فاليوم اللي كان طبقة وسطى عم بيصير في عنده حتى يمكن إشكالية أنه يقدر يأمن مستلزماته الأساسية، وهذا اللي كنا عم نضوي عليه. لأن عالمياً وعلى مستوى الشركاء بعد ما في وعي كافي للحاجات المتزايدة بلبنان يلي كاريتاس لبنان بحاجة انه تجاوب لها. فاليوم حتى نحن كمان كاريتاس لبنان يعني. ونحن سوا عم نسعى لرفع الوعي عند الشركاء ومن خلالهم للآخرين للدونرز للممولين لحتى يوعوا للواقع. لأن اليوم صحيح لبنان منا عم نمرق بأزمة مثل حرب أو أزمة كرايسيس طبيعية، يعني أزمة طبيعية زلزال أو غير كارثة طبيعية، ولكن في كارثة منا ملموسة كتير عالميا. فمشان هيك هيدا الموضوع كمان عم نسعى أنه نضوي عليه أكثر وأكثر عالميا. يعني لكن هالموضوع هيدا بحاجة لعناية أكثر، خلينا نقول بحاجة لمساعدات أكثر أيضا. حضرتك طبعا بتتنقل بين هالبلدين، بس المساعدات ومن وين عم بتكون أكثر شيء؟ يعني اليوم نحن حاجتنا هي حاجة داخلية، كأن يعني الناس لازم يساعدوا، المساعدات الخارجية ما بقى عم بتكفي، ما هيك؟ وشفنا من الصبح لهلأ وبتجارب سابقة كمان قديش بعده اللبناني بيتضامن مع خيو اللبناني. واليوم كمان نقطة كتير مهمة، وحتى مع شركائنا الكاريتاسات الموجودين بأوروبا وغير دول كنا عم نفكر بكيفية الوصول للجاليات اللبنانية بالخارج. لا شك أنه اللبناني المقيم واللبناني المغترب قدرين يعملوا كتير، ولا شك أنه في مساعدتنا الخارج بتجي خاصة من خلال منظمات كاريتاس الموجودة بأوروبا وغيره. بس مثل ما عم تقولي حضرتك، اليوم التمويل الخارجي عم بقل، مع أنه الحاجة عم تكبر، ولكن التمويل الخارجي عم بيضعف. فمع هالتمويل الخارجي اللي عم بيضعف ومع محاولتنا، ما عم نستسلم اكيد، عم نحاول دائما نضل نسعى لزياده هالتمويل او العمل لتامين هذا التمويل. ولكن مع هالتمويل الخارجي الضعيف ومع المشاكل الداخليه بنضل نقول كثير مهم نفعل شوية حظر يمكن من برا كمان، ما عم نقدر إلا نتكل على بعض يعني بهالحالة. منشان هيك منذكر مشاهدينا بكل الأرقام يلي عم تمرق معنا على الشاشة لحتى تكملوا تتبرعوا خلال هالنهار. بعد عنا تقريبا نص ساعة قبل ما ناخد هيك كل نتائج هالنهار، والحمد لله لليوم كرم يعني صرنا مغطيين إجمالا كل الحالات يلي وصلت لعنا. بدي أشكرك وقلك يعطيك ألف عافية المنسق الإقليمي لكاريتاس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرم أبي يزبك. شكرا لك رانا. رح ناخد وقفة صغيرة وبنرجع.